بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في نواقض الإسلام، بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يبدأ العلماء بالبسملة اقتدام بالكتاب العزيز واقتدام بالأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، واستئناسا بحديث كل أمر ذي بال وإن كان ضعيف، واقتدام بعلماء السلف، وتيمنا تبركا بالبداء بسم الله. نعم. قال رحمه الله تعالى: اعلم أن نواقض الإسلام 10 نواقض. عادة، قلنا الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتبه أنه في العادة يذكر لك المسائل مقيدة بعدد معين، وهذه طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، وسوف يأتي معنا إن شاء الله. قال: اجتنبوا 7 الموبقات، 5 من الفطرة. لماذا؟ حتى إذا انفض وانتهى المجلس يستطيع الصحابة رضي الله عنهم أن يضبطوا هذه الأمور التي ذكرت في مجلس النبي عليه الصلاة والسلام. والإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله سار على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، فهو يقول: مر لك الأصول 3، القواعد 4، المسائل 3، نواقض الإسلام، يقول 10، ذكر لك هنا 10 نواقض. هل هي محصورة بهذه 10؟ قال: ليست محصورة، وسوف يعني نرى من كلام الإمام محمد بن الوهاب أنه يقول ليست محصورة بهذه 10، لكن هي أعظم النواقض. نسأل الله السلام والعافية. نعم. الأول: الشرك في عبادة الله. الشرك في عبادة الله، وأراد بالشرك هنا الشرك الأكبر، لأن الشرك الأكبر نسأل الله السلام والعافية مخرج من الملة، بخلاف الشرك الأصغر غير مخرج من الملة. هذا تقدم معنا أن الإنسان إذا تاب في وقت تقبل فيه التوبة، سواء كان من الشرك الأكبر أو الأصغر، تاب الله عليه لعموم الأدلة: يا عباد الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. لكن الإشكال إذا مات على الأكبر فهو خالد مخلد خلود أبدي في النار، وإذا مات على الشرك الأصغر يعذب بقدر شركه ثم يدخل الجنة، هذا على قول. نعم. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إن الله لا يغفر أن يشرك به، هذه عادة المصنف أنه ما يذكر مسألة إلا مقرونة بالدليل، وهذه ميزة تميزت بها كتب الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله، أنه يذكر الأدلة من الكتاب والسنة. والله سبحانه وتعالى قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، يعني من الكبائر والصغائر. وهذه الآية فيها دليل لمعتقد أهل السنة والجماعة أن صاحب الكبيرة غير مخلد خلود أبدي في النار، وأن الله سبحانه وأنه تحت المشيئة، إن شاء الله سبحانه وتعالى عذبه وإن شاء عفى عنه. يبقى معنا قلنا الشرك إذا تاب في وقت تقبل فيه التوبة تاب الله عليه، وإذا مات عليه على الأكبر فهو مخلد خلود أبدي في النار، وإذا مات على الأصغر يعذب بقدر شركه ثم يدخل الجنة، هذا قول في الشرك الأصغر. القول الثاني أنه مثل ومثل الكبائر تحت المشيئة، إن شاء الله سبحانه وتعالى عذب وإن شاء عفى عنه. القول الثالث وسط بين القولين، إذا كان الشرك الأصغر قليل فهو تحت المشيئة، كثير لابد من العذاب ثم بعد هذا يدخل الجنة، على اعتبار قال صاحب الشرك الأصغر لا يخلد في النار خلود أبدي. نعم. وقال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. إذن لا يمكن أن صاحب الشرك الأكبر يدخل الجنة بأي حال من الأحوال، وهذا هو معتقد أهل السنة والجماعة. نعم. ومنه الذبح لغير الله. لا يستطيع المصنف أن يحصر لنا أنواع الشرك
الأكبر، لكن ذكر لنا أمثلة منها. قال: الذبح لغير الله محبة وتعظيما كالذبح لأصحاب القبور أو الذبح للجن. نعم. ومنه الذبح لغير الله كمن يذبح للجن أو للقبر